تاعنا وفرحنا جانب طلتكم هذا المهم، ديما تفيدونا ديما تضيفوا. نشكر زاد برشا المستمعات والمستمعين على التفاعل على النقد على كل شيء، مرحبا بكم من جديد بأسئلتكم وبتفاعلكم هذا المهم. دونك باش نحكي دكتورة على اتساع المسامات، علاش احنا ساعات نتقلقوا شوية تلقى البوم تاني كان فيها اتساع شوية هيك في المسامات وإلا ساعات تظهر برش؟ هو اتساع المسامات يمشي بالوقت ويولي ظاهر بطريقة أكبر حتى مع تقدم العمر وكل شيء، وهذا الكل لازم نفهمه احنا شنو أسباب اتساع المسامات مش نجمه نتحكمه في الأسباب ذيك ونتفاديوها ونعالجه. اتساع المسامات عنده أسباب ظاهرين وواضحين، أولهم هو جيني، يعني يكون مربوط بالعبد بالجينات نتاع العبد، يكون مربوط خاصة بالإفرازات الدهنية اللي تنجم تكون خاصة ظاهرة عند الناس اللي عندهم البشرة الدهنية. البشرة الدهنية يعني هما الأكثر تعرض. فوالا، على خاطر هما المسامات هذوك هما عبارة على فتحات يخرجوا منهم الغدد اللي مسؤولة على إفراز الدهون والمسؤولة على إفراز العرق والمسؤولة اللي مرات تخرج منهم زادة شعرات اللي دوفي بتاع الوجه. هذوك هما الغدد اللي يكونوا معناتها الفتحات متاعهم باش يخرجوا الإفرازات متاع الوجه الكل. وإذا كان يكونوا احنا الناس عنا بشرة دهنية وإلا نهار كبر تلقانا عنا كابيتال معين نتاع مسامات، من الاول يبداو ماهمش ظاهرين برشا، من بعد على قد ما نكونوا احنا نفرزوا معناتها اكثر دهون على قد ما نستحقوا باش المسامات يبداو يجيو يوسعوا بشويه بشويه باش ينجموا يخرجوا اللي نفرزوا فيه الكل. ولذلك دونك هذايا العامل الاول. العامل الثاني هو معناتها الانسان اللي ما ينظفش وجهه مليح من هكا الميكياج اللي يتحط والمكياج اللي يتحط معناتها على طول النهار ولي زيكرون تنتي والكل، اذا كان ما ياخذوش وقتنا في تنظيف الوجه هذاك الكل يصير له تراكم ويكون يساهم في اتساع المسامات. هذا بالنسبه للنساء، اي بالنسبه للنساء هذا دكتوره. بالنسبه للرجال نلاحظوا زاد اللي فينا برشا رجال عندهم اتساع في المسامات. اكيد أكيد هذاك هاني قلت لك مربوط بكل ما هو جين تاو الناس يكون عندنا مسامات ما يمشيوا المسامات ويوسعوا. إذا كان عندنا مشكلة أول حاجة في الإفرازات الدهنية خاصة، إذا كان عندنا مشكلة في تنظيف الوجه حتى مش من المكياج، حتى إذا كان أنت ما تغسلش وجهك مليح من البوليسيون من التلوثات الكل. فوالا باش نفهموا باش نفهموا اللي يسمع فينا الكل باش ما نقولش علاش يحكيوك ديما كيما نساء. لا يا سيدي، حتى الرجال باش نحكيوا عليكم باش نقولوا علاش تعانيوا من بعض المشاكل هذه، باش نقدم لكم طبعا هذه الأسباب، هذه من بين الأسباب اللي كنت ذكرتها حضرتك دكتورة. دونك العلاج كيفاش يتم العلاج ونجم نقضيو عليه بشكل كلي؟ خليني نكمل نفسر لك اللي زاد فما العامل الاخر هو الترطيب. لكن الوجه يبدا شايح ما فيهوش ماء والانسان ما ياكلش ما يشربش برشا ماء، زاد راه هذاك ياثر برشا على الالاستيسيتي نتاع الوجه. علاش؟ كل ما تبدا الوجه رطب وفيه برشا ماء على قد ما الوجه يبدا فيه اون سيغتان الالاستيسيتي حتى المسام ما يظهرش فيه بارز ما يبرزش. يبدا الترتيب مهم جدا باش المسامات يتقلصوا وما عادش يظهروا. الحاجه الاخرى هي التقدم في العمر وعلامات الشيخوخه. الشيخوخه راهو نجم نحكيوا عليها حتى ابارتيغ من الترونتين، سا ديبان من كل واحد لي جيان دو في نتاعو قداش يتعرض للستريس في نهارو، قداش معناها اذا كان يتكيف خاصه مثلا الرجال يتكيفوا برشا، وكذلك عامل من العوامل اللي يخلي يظهروا علامات الشيخوخه الوجه وتبدا البشره تتصلب. واذا كانت تصلبت البشره المسامات يوليو يظهروا اكثر في الوجه. دونك هذايا مش خاص على المراه كهو، علامات الشيخوخه وراهم اذا كنت تخرج في الشمس ما تعملش ايكرون راهو الشمس تاثر برشا على الوجه. اذا كنت ستريسي في حياتك في نهارك الكل تعديه وانت ستريسي هذاك راه ياثر يسرع في علامات الشيخوخه ويظهروا اكثر، وخاصه اذا كانك تتكيف برشا هذوما اكثر الحاجات اللي مسؤولين على معناتها ظهور علامات الشيخوخه. نعم هذول بين الاسباب كما كنت انت ذكرتهم باش نمشي معاك الى العلاج. وكما نعاود لك السؤال باش نجموا نقضيو عليهم بشكل كامل او لا؟
ما نجموش هما المسامات موجودين فينا، احنا مولودين بهم من اول نهار. لو كان ما جاش عنا المسامات هذيك لي توكسين تاع البدن يقعدوا لنا في بدننا، دونك احنا نستحقوا باش نخرجوا مع الدهون نتاع وجهنا، والدهون هذيك حاجه مهمه ياسر يصنعها الوجه، وهو البغياف اللي باش تحمينا من العوامل الاستشخاص نتاع الكليما والكل. كي جاش عنا نصنع شويه دهون الوجه يزيد يجيح اكثر، الماء نتاع الوجه يزيد يكمل يشيح اكثر من وجهنا. دونك ربي يسي تري بيان فير لي شوز، معناها نصنعوا المسامات هذوك موجودين بطبيعتهم باش نحاولوا باش ما يوسعولناش ويولي مظهرهم يولي خايب في الوجه. كيفاش نعملوا باش يولي يقعدوا عندنا مسامات عاديين ماهمش برشا اللي ماهمش مقلقين في الوجه؟ اول حاجه لازمنا نظفوا وجهنا، واذا كان عندنا وجه خاصه فيه دهون معناتها يفرز افراز دهنيه اكثر من لازم، وقتها لازمنا ناخذوا كل ما هو مكملات غذائيه اللي تعاوننا فيهم زنك ولا حاجه باش تعاوننا باش ما عادش نصنعوا كل الافرازات الدهنيه برشا بكثره. لازمنا ناكلوا اكل متوازن، لازمنا نخموا باش نستعملوا كريمات، فما نوع نتاع كريمات ماتيفيون نقولوا لهم اللي يحدوا من ظهور الزيوت في الوجه. ثاني حاجه التنظيف، هذاك متفاهمين فيه بدون اي معناتها دوت. لازمنا ننظف وجهنا بالفريكونس اللي يطلبها، نجم نستعملوا حتى صباح وعشيه، حتى كان ما حطيناش مكياج وعندنا برشا زيت في وجهنا نختاروا الجيل اللي ينظف واللي يكون ادابتي لنوعيه البشره نتاعنا. ثالث حاجه لازمنا نخمم مع ترتيب، راهو شرب برشا ماء، لازم نشرب على الاقل ايترتين ماء في النهار. لازمنا نعملوا كريمات ترتيب، خاطر كريمه الترتيب هذيك هي اللي باش تحمينا الماء اللي نشربوه واللي يجي لوجهنا باش ما يشيحش في نهارنا اللي فيه عندنا ان كليما سيك، عندنا برشا ديزاغريسيون معناتها الشمس قويه وكذا كذا. دونك هذيك الكل لازمنا ترتيب، لازمنا كريمه ترتيب اي انسان فينا نستحقوها باش تحمينا الماء اللي نشربوه ما يخرج لناش وما يتبخر لناش لبرا والوجه ما يشيحش. ثالث حاجه واخر حاجه اللي هي نعملوا نتبعوا حاجات باش ناخروا من سرعه ظهور علامات الشيخوخه. نبعدوا على كل ما هو تدخين، ناكلوا بالقدا، نحاولوا نبعدوا على توسكي ستريس، نحاولوا كيف نعملوا حويجات اللي ينجموا يعاونونا. فما اي برشا حاجات نجموا نعملوهم في عالم طب التجميل اللي تعاوننا باش ناخروا ظهور علامات الشيخوخه، كيما الميكرونيدلين، كيما لي سكين بوستر، كيما فما برشا حاجات نجموا نعملوهم اللي ينجموا يعاونونا باش نحدوا من علامات الشيخوخه. اما ديجا اذا كان احنا نتصرفوا معناتها نتبعوا ديجا اللي قلت عليه الكل اباغ نحكيوا عليه في كل ما هو تريتمون، راهو اول حاجه الترتيب والتنظيف. نجموا هذا هو يعني هذا الكل يعاوننا برشا. يعطيك الصحة، شكرا لك دكتورة، شكرا على النصائح. دكتورة جين يعقوب يا أخصائية التجميل مشكورة جدا. شوية آخر تكون ضيفتنا المستشارة في وزارة الشؤون الاجتماعية والمختصة في علم الجريمة والوقاية من الانحراف لطيفة التجولي، لكن قبل أن أطلع عليكم نرمين الملكي في موجز الأخبار.